خلال الأيام الأولى من 2023 حيتم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة على مستوى 52 مركز بيضم 1670 قرية لخدمة 20 مليون مواطن. المرحلة دي هتتكلف حوالي 400 مليار جنيه من إجمالي تريليون جنيه مخصصة لتنفيذ المبادرة بمراحلها الثلاثة. خلينا نتابع. مع بداية الأيام الأولى في عام 2023 سوف نكون على موعد جديد لانطلاق أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة على مستوى 52 مركزاً يضم 1670 قرية لخدمة 20 مليون مواطن وبتكلفة تتراوح بين 300 و400 مليار جنيه، وذلك من إجمالي التريليون جنيه مخصصة لتنفيذ المبادرة بمراحلها الثلاث. المرحلة الثانية من المبادرة تم التحضير لها بشكل مكثف، وذلك عن طريق تحديد الأراضي والمشروعات المخطط تنفيذها والقيام بأعمال الرفع المساحي والتصميمات، وانتهى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع الوزارات المنوطة من اختيار القرى المستهدف تطويرها خلال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة. أيضاً تم اعتماد المبالغ المطلوبة للعمل بشكل مباشر على 13 محوراً هم الصحة، التعليم، سكن كريم، الزراعة، إقامة مجمعات خدمية، الري، البنية التحتية، والشباب والرياضة. وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية فيتضمن مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وشبكات الغاز. وفي المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة سيتم تنفيذ مباني خدمية تقدم خدمات التضامن الاجتماعي وتشمل وحدة اجتماعية على مستوى القرية ومركز تنمية الأسرة على مستوى الوحدة المحلية ومبنى مركز التأهيل الاجتماعي على مستوى المركز. وقبل أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لحياة كريمة تم عقد لقاءات جماهيرية وحوارات مجتمعية بمجالس القرى في المحافظات المستهدف تنفيذ المرحلة الثانية فيها، ويستهدف الحوار الوصول إلى أفضل آلية لتنفيذ مشروعات المبادرة وفق رؤية أبناء القرى لتنفيذها على أكمل وجه ملبية طموح واحتياجات القرى من خلال إشراك الأهالي في المبادرة بالاستماع لمتطلباتهم من المشروعات الخدمية وتبادل الآراء والرؤى والمقترحات حول المشروعات، وحيث يتم الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول المشروعات المختلفة التي سيتم تنفيذها بقرى هذه المراكز.